قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان وضمن سلسلة الحريات الأخلاقية العصرية حلقة بعنوان الموت الرحيم، حيث استضاف البرنامج الدكتور أمجد الزيادات، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع الأب سيمون حجازين المتخصص في اللاهوت الأدبي. وقد ناقشت الحلقة نظرة الكنيسة للموت الرحيم الذي ينهي حياة الفرد من الألم والمعاناة لما يواجهه من متاعب صحية حرجة. فإلى هناك، الموت الرحيم مفهوم انطلق يعني مؤخرا نتيجة الزيادة في إعطاء الحريات، وعم تتزايد الحريات ومفهوم الحريات في حياتنا المعاصرة اللي صارت متقدمة، وأيضا عم تدخل علينا أفكار غربية من الخارج وبتأثر على مجتمعاتنا الشرقية المحافظة. يعني إحنا بنحسب إنه مجتمعاتنا محافظة وغير متحررة، لكن هذه الأفكار بدأت تدخل وبدأنا نشوف التغيرات. فمن هذه الأفكار هو مفهوم الموت الرحيم. فكيف تعرف الموت الرحيم؟ الموت الرحيم هو عمل إراحة، بحيث أنه هذا المريض اللي وصل إلى مرحلة متطورة لا رجعة فيها، لا يمكن أنه يتحسن فيها، ومن أجل تخفيف معاناته ومن أجل تحسين مستوى حياته أيضا، وأنه يخرج من العالم بسلام. نعم. نحن لا نعمل له يعني أي إجراء طبي، ولكن نتركه. نعم. نتركه يخرج بسلام دون أي تدخل، لأنه نؤمن أنه الحياة البشرية هي عطية إلهية، والله وحده هو القادر على تحديد وقت انتقاله. نعم. وهو الوحيد اللي ممكن أيضا يعني مشيئته هي، احنا لا نعلم الغيب. يؤكد المجمع الفاتيكاني الثاني معارضته ايضا لقتل الرحيم. عندما نقول المجمع الفاتيكاني الثاني، هو من تعاليم الكنيسة على عدة مجموعة من المخالفات للكرامة الإنسانية، بما في ذلك القتل والإبادة الجماعية والإجهاض والانتحار المتعمد، حيث يقول هؤلاء الآباء إن كل هذه التصرفات والعادات التي ذكرناها وما يشبهها هي في الواقع مشينة، فبينما تفسد الحضارة وتلحق العار بالذين يتعاطونها أكثر مما تلحقه بضحاياها، كما إنها أيضا وصمة عار فظيعة لشرف الخالق. بقول الغرب إنه البر في الوالدين، بيجونا إنه هالقتل الرحيم إنه هذا نعطيته إنه حافظ على كرامته بدل ما يعيش متألم ومتبهدل بالمستشفيات، إني أعطيها الإبرة وأوافق عليها، هو بيتحمل خطيتها، الدكتور اللي قام بالعمل، العيلة اللي قررت معه، أو المريض، لأنه المريض لما بيكون متألم بأي طريقة بيقبل إنه بيكون يعني مش صاحب قرار، ما بيقدر يعني يكون هو اللي قرر حياته. لا ننخدع بالحرية. نعم. نعم. هي مسمى حرية، ولكن نعم. بالحقيقة هي حرية إلى الموت، إلى الهلاك. السيد نعم. المسيح يقول الباب الواسع هو والطريق السهل نعم. يؤدي إلى الهلاك نعم. والطريق والباب الضيق والطريق الصعب هو يؤدي إلى الحياة. نعم. لذلك لا ننخدع بالحرية، هي مش حرية. أي حرية ضد المحبة نعم. هي شريرة مهما كانت مظهرها. لا نعم. ننخدع، لا ننخدع بال. شكرا لك دكتور. فعلا يعني الحريات المعطاة احيانا بتكون هدامة للبشرية وهدامة للنفس البشرية، وبنخدع فيها الانسان السطحي يعني نعم. اذا ما انتبه نعم. ممكن ينزلق. صح مزبوط. نعم. مثل ما قال يسوع كمان، لا تحزنوا ولا تيأسوا من رحمة ربنا، ولا تكونوا يعني كمان محزونين، كمان لا رجاء لهم. فاحنا دائما كمسيحيين دائما نؤمن بأنه في أمل نعم. وفي رجاء من ربنا، وثقتنا بربنا كبيرة. هذه نعم. رسالتنا، وهذه وهذا هو إيماننا بصراحة. نعم. إذا إحنا ما عشنا بهذه الصورة، فالحريات ما تتزين الحريات أحيانا وتدخل بيوتنا، لكن هذه ليست حريات، هذه هدامة وقيود عم بتقيد حياتنا، انه نعيش ضمن الالم وضمن الحياه النفسيه الحرجه اللي بتعطينا عدم سلام وعدم رجاء او امل بهالحياه.